بيروت كوكينج فيستيفال هو لتاني سنة عم بيصير بلبنان، وهو كل شيء بيتعلق بفن التهو وفن الاستقبال. بيروت كوكينج فيستيفال متقسم على عدة أجزاء، في كل شيء بنسميه كوكينج كلاسز وworkshops، وفي المعروضات. الكوكينج كلاسز في للأولاد الصغار، بعدين في كوكينج كلاسز للكبار. كل ساعة في شيف رح يكون موجود معنا وعم بيعرف عن الطبخة هو بيحبها وبيشارك فيها الضيوف. كل العالم بدها تاكل، كل العالم بدها تشوف الموضة والأكل. إذا كنت زعلان تاكل، إذا كنت مبسوط بتاكل، إذا كنت جوعان تاكل. في كتير نسوان، في كتير ستات بيوت، في كتير تلاميذ عم بيجوا. صافي بلازير. لا فعلا اقبال كتير قوي. هلا عاملين رز بحليب 890 وحده، بعد في شوي شيء بسيط، وعملنا كوسه باللبن كمان من لبن تطرا، 150 كوسايه ما حدو ساعه. في اقبال كتير قوي. Suppliers are knowledgeable, they know what they're doing, the supplies that they have are great. They're very friendly, very welcoming, and they take the time to explain things. So it's very nice. I'm very impressed. شفت الشيف أنطوان هونيك، لفت لنظري أكثر شيء، وشفت هونيك عم ببيعوا كتب طبخ، كثير حبيت كمان. في workshops للمشروب، مشروب الشاي، البيض، أي بيض مع أي صحن. في كل شيء كوكتيلات الواحد بحضرهم، كيف الواحد يذوق زيت الزيتون البكر. في كمان وركشوب حول الاتيكيت، كيف الواحد يستقبل ضيوفه، شو بيعمل وقتها بيروح عند حدا، كيف بحط السفرة، كيف بزين سفرته، كيف بحضر العيد. كل هالأشياء موجودة كل الوقت، مثل ما بنشوف كمان في كتب موجودين في مكتبة، وفي كتب بس للطبخ، وفي أشخاص عم تمضي كتب بعدها شي مصدرتها. على هامش هالنشاطات في فوق 60-70 عارض من أشياء معروفة، مثل ماجي اللي عم تعمل شغل كتير حلو، وعاملين مطبخ مثل ليرباك وكوكو، عاملين مطبخ وعم بيكون في طباخين عم بيعلموا وعم بيعطي ريسيبتات. المعرض حبيته، ايه تريز انتريسون، فيه اشياء متنوعه وحلوه. كل الموجودين هون واو عم بيكتشفوا. بنحول المي العاديه لمي غازيه بكبسه زر، كبسه 2-3. احنا بنتشكر سفرتي.com لانه غطت الموضوع، رح تخلي عده ناس يقدروا يتعرفوا على صودا فريش. دائما بيجي على المعرض بس يكون في شيء مهم، منتوجات جديده وطريقه طبخ جديده. قهوه مع توم. هلا جايين انه بركي نتعلم شوي من الطبخ، شوي من ماجي. بس الاقبال كثير حلو، في كثير عجقه وكثير عالم عم بتحبهم. بتلاقي كل شيء، تناجر صحية، كيف الواحد يطبخ بطريقة صحية. في المزارعين الموجودين معنا من الضيع كمان عم بيبيعوا مونتون. في النسوان اللي عم بتبيع الحلويات اللي بتحضرها ببيوتها، اشياء ما بتلاقيهم كل يوم، موجودين كلهم بهالثلاث ايام. باستون طرز مرويل مع الاسامي، دغري بيجي زبون بيعطيني اسمه ودغري بطرزه ياخذوا معه. في كمان نشاطات وورش عمل حول الصحة، كيف الواحد ينتبه على صحته، شو لازم ياكل، شو ما لازم يعمله، كيف يعيش بطريقة سليمة. كل هالأشياء كل يوم عندنا ورشة عمل حول هالموضوع. في عنا فئات غذائية بحد ذاتها عالية بالزيوت، مثل الأفوكا. الأفوكا بطل فواكه كلكم بتعرفوا، الأفوكا هو من عائلة الزيوت لأنه كتير غني بالزيت، بس زيت كتير صحي
بس لازم اذا انا مثلا عم انتبه على صحتي بدي خفف وزني بدي اكله كثير باعتدال. تقريبا عم نشوف الفروع كلياتها وعم نشوف الريسيت اللي عم يعملوها وعم ندوقها وعم لاقيها كثير طيبه. الطبخ له علاقه بكل الناس ان كان الرجال او النساء، فعم بتفرج انا بحب الطبخ وبحب هيك القصص الجديده، يعني لها علاقه بالمطبخ ان كان ماكولات جديده، اشياء الواحد بيقدر يضيفها للماكولات تصير اطيب، هيك يعني بتعرف الواحد كمان من خلال هون على قصص جديده. معرض مثل هيدا بيرجع بيخلي النسوان يصير عندهم اهتمام بالطبخ، انه يعملوا لقمه طيبه لاولادهم ما يشتروا لهم خالص، هيدا شيء كثير مهم. إذا لاحظت كل ستاند جايب شاف، ومش حيالله شاف، شاف رنومي وعم بيجيب طبخاته وعم بيجيب الانيميشن تبعه، سو هيدا خلى العالم كمان تنبسط أكثر. أساساً رسالتي إنه أعلم الناس، ومنشان هيك كل واحد بيسألني السؤال، بالعكس بحب أعطيها كل شيء وفيدها، لأنه أنا بحب إنه من زمان وجاي إنه أعطي ووصل الرسالة المضبوطة لكل ست بيت لتستفيد من الأشياء اللي نحن بنسويها. أنا بدي أتشكركم أنتو سفرتي دوت كوم على هالمسعى كمان على اهتمامكم بهالمعرض والانترفيو تبعنا. ثانك يو لانه غطيتونا، ثانك يو لانكم كنتوا معنا، وبنحب تكونوا ضل قاعدين معنا ومغطينا. شكر خاص مني لسفرتي دوت كوم. بدي اشكر سفرتي دوت كوم لوجودها معنا ولتغطيه هالحدث يلي هو فريد من نوعه، معمول لكل شخص بحب الطبخ، بحب يستقبل ويستفيد. Thank you.